عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. فكلمة السرج تدل على أن إضاءة وإنارة المقابر بأي وجه من الوجوه وبأي صفة من الصفات في أي عصر من العصور لا يجوز. لما؟ لأنه وسيلة من وسائل الشرك. لكن لو قال قائل قد يحتاج إلى إنارة المقبرة حينما يدفن شخص بليل، يجاب عن هذا بأن الدفن بالليل قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه في صحيح مسلم، قال إلا أن تضطروا إليه، فزجر عن الدفن ليلا وعلل بالضرورة. ولو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن بعض أصحابه في الليل، وكذلك بعض الصحابة دفن من دفن بالليل، فيقال إن الزجر عن الدفن بالليل إذا ترتب على ذلك أن يخل بواجب من الواجبات التي تجب علينا تجاه هذا الميت، وذلك كأن يستعجل في تغسيله أو في تكفينه أو في دفنه جمعا بين الأدلة. لكن لو احتج على القول بجوازه بالليل، لو احتج إلى إنارة أيجوز؟ نقول نعم يجوز، لأنه جاء عند الترمذي وسنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أحد أصحابه وأسرج قبره، فإذا وجدت الحاجة فلا بأس بذلك، لكن بمقدار الحاجة. لذلك لم يضع النبي عليه الصلاة والسلام هذا السراج مستمرا على قبره،